مرحبا أصدقائي، مع تمرين جديد من تمارين دالة الإيلين. إذا الهدف من هذا التمرين هو أن نبينه أن إف قابلة للاشتقاق في واحد. إذا لأجل ذلك نحتاج أن نؤطر تعبير إيلين واحد زائد إكس إذا بين هذين التعبيرين. إذا لدينا الدالة إف المعرفة بما يلي: مهما يكون إكس ينتمي ل R إطوال بلوس موانزا، فإن إف دو إكس تساوي إيلين إكس على إكس ناقص واحد، و إف لواحد تساوي واحد. إذا بين أنه مهما يكون إكس ينتمي لهذا المجال زارو بلوس لانفيني، فإن إلين واحد زائد إكس مؤطرة بين هذه التعبيرين. لذلك نحتاج أن ندرس إشارة الفرق. لذلك نعتبر مثلا دالة تسميها جي دو إكس كتساوي إذن إلين واحد زائد إكس ناقص، إذن ناقص هذا التعبير، هذا ناقص إكس ناقص اكس او كاري على 2 زائد اكس او كيب على 3. اذن المشتقة جي بريم دو اكس تساوي 1 على 1 زائد اكس. اذن المشتقة ديال هنا غتعطيني ناقص 1، هنا غتعطيني ناقص مع ناقص غتعطيني زائد اكس، هنا غتعطيني ناقص اكس او كاري. اذا تساوي، نقوم بتوحيد المقام، اذا واحد زائد اكس، اذا هنا واحد، هنا غتعطيني ناقص واحد ناقص اكس، هنا غتعطيني زائد اكس زائد اكس او كاري، وهنا غتعطيني ناقص اكس او كاري زائد اكس او كوب. اذا نبسط، واحد نختزلها مع ناقص واحد ناقص اكس مع زائد اكس، اكس او كاري مع ناقص اكس او كاري، اذا تساوي بقي فقط، اذا هنا عفوا ناقص، لان ناقص اكس او كاري ضربتها في واحد عطاتني ناقص اكس او كاري، وناقص اكس او كاري ضربتها في اكس عطاتني ناقص اكس او كيب. اذا ناقص اكس او كيب على واحد زائد اكس، اذا أصغر أو يساوي الصفر. وبالتالي جي دالة جي تناقصية، إذا تناقصية على المجال مجال زارو بلس لانفيني. إذا مهما يكون جي لإكس فإنه أصغر أو من جي لزارو أو يساوي جي لزارو. ولدينا جي، إذا جي لإكس يساوي إلين واحد زائد إكس ناقص هذا التعبير هذا، إذا لدينا ناقص هذا التعبير هذا إي إكس إكس ناقص إكس أو كاري على 2 زائد إكس أو كيوب على 3. إذا فهي أصغر من جي لزارو، إلا عوضنا هنا بصفر غتعطينا إلين واحد هي صفر، هنا صفر صفر، إذا تساوي صفر. إذا جي لصفر يساوي صفر. إذا وبالتالي ln واحد زائد إكس فهي أصغر أو تساوي إكس ناقص إكس أو كاري على 2 زائد إكس أو كيوب على 3. إذا هذه نسميها واحد. الآن نقوم بدراسة إشارة هذا الفرق هذا، ln واحد زائد إكس نقسم منه هذا الطرف هذا، إذا ندرس إشارة الفرق. إذا نعتبر الدالة جي مثلا نسميها h دو إكس تساوي ln واحد زائد إكس ناقص 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 إكس ناقص إكس أو كاري على 2، إذا زائد إكس أس 3 على 3 ناقص إكس أس 4 على 4. إذا المشتقة تساوي h بريم دو إكس تساوي 1 على 1 زائد إكس، هنا ناقص، إذا المشتقة ديال إكس غتعطينا 1، هذا التعبير هذا المشتقة ديالو ناقص مع ناقص غتعطينا زائد إكس، هذا غتعطينا ناقص اكس او كاري، هذا ناقص مع هذا ناقص غتعطينا زائد اكس
أوكيبي. إذا واحد المقام تساوي، إذا المقام الموحد هو 1 زائد إكس. إذا هنا ناقص 1 ناقص إكس، هنا غتعطيني زائد إكس زائد إكس أو كاري، هذا ناقص إكس أو كاري ناقص إكس أو كوب زائد إكس أو كوب زائد إكس أس 4. إذا نختزل هنا 1 مع ناقص 1 ناقص إكس مع زائد إكس، إكس أو كاري مع ناقص إكس أو كاري ناقص إكس أو كوب مع إكس أو كوب، غتبقى عندي فقط تساوي إكس أس 4 على 1 زائد إكس. إذا أكبر أو تساوي 0. هنا لكل طبيعة الحال إكس كينتمي للمجال 0 بلوس لانفيني. إذا لو وجدنا أن اش دي إكس أكبر أو تساوي إذا ب اش، وبالتالي اش تزايدية على المجال 0 بلس لانفيني. إذا يعني أن اش دو إكس أكبر أو تساوي اش دو 0. إذا اش دو إكس التعبير ديالها هي ln 1 زائد إكس، هنايا ناقص، إذا إكس ناقص إكس أو كاري على 2 زائد إكس أو كوب على 3 ناقص إكس أس 4 على 4. إذا فهي أكبر أو تساوي اش لصفر اللي حسبناها هنايا، غتعطينا 0. إذا وبالتالي ln 1 زائد إكس فهي أكبر أو تساوي إكس ناقص إكس أو كاري على 2 زائد إكس أو كوب على 3 ناقص إكس أس 4 على 4. إذا هذه نسميوها 2. إذا من واحد واثنان نستنتج أن تعبير ln 1 زائد إكس، إذا هنا اللي يكون إكس ينتمي للمجال 0 بلس لانفيني، إذا فهو أكبر من إكس، هنا 2 حسب 2 إكس ناقص إكس أو كاري على 2 زائد إكس أو كوب على 3 ناقص إكس أس 4 على 4، وهو أصغر أو تساوي، إذا حسب 2 رجعوا الاثنان الواحد عفوا، إذا حسب 1 لقينا اش الين 1 على إكس فهو أصغر من إكس ناقص إكس أو كاري على 2 زائد إكس أو كوب على 3. إذا فهو أصغر من إكس ناقص إكس أو كاري على 2 زائد إكس أو كوب على 3. وبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال المطلوب. إذا الآن استنتج أن f قابل للاشتقاق في 1. إذا نحتاج هذا التعبير هذا لكي نستنتج أن f قابل للاشتقاق في 1. إذا ندرس قابلية الاشتقاق في 1. إذا قبل ليميت لما إكس يؤول إلى 1، عفوا ليميت لما إكس يؤول إلى 1، إذا إف دو إكس ناقص إف لواحد على إكس ناقص 1. الآن نريد أن ندرس قابلية الاشتقاق عند 1 يساوي، إذا إف لإكس تعبير ديال إف لإكس تعبير تساوي إف دي إكس إلين إكس على إكس ناقص 1. إذا تساوي إلين دو إكس إلين دو إكس على إكس ناقص 1. إذا إف لواحد هي 1 ناقص 1، إلين إف دو 1 كتساوي 1.
إذا نقيس واحد على إذا هذا الليميت لما إكس يؤول إلى واحد، إكس ناقص واحد. إذا ندرس قابلية الاشتقاق عند النقطة واحد، إذا تساوي ليميت لما إكس يؤول إلى واحد. إذا هنا نوحد المقام غتعطيني إلين دو إكس، إذا غتعطيني ناقص إكس زائد واحد على، إذا نزل بهاد إكس ناقص واحد، هنا غتولي عندي إكس ناقص واحد أس اتنان. إذا الآن نأطرو تعبير، نأطرو هذا التعبير، هذا نأطرو التعبير كامل نأطرو. وجدنا من قبل أن إلين واحد زائد إكس فهي أكبر من إكس ناقص إكس أو كاري على اتنان زائد إكس أس تلاتة على تلاتة ناقص إكس أس أربعة على أربعة، وفي نفس الوقت أصغر من إكس ناقص إكس أس اتنان على اتنان زائد إكس أس تلاتة على تلاتة. إذا هنايا عندنا إلين إكس، ماشي إلين واحد زائد إكس. إذا نضع نغير متغير، نضع مثلا إكس كبيرة كتساوي واحد زائد إكس، وبالتالي فإن إكس صغيرة كتساوي إكس ناقص واحد. إذن هاد التعبير غيولي على هاد الشكل، إلين إكس أصغر من هنا إكس كتساوي إكس ناقص واحد، إذن إكس ناقص واحد. هادي غتولي ناقص إكس ناقص واحد أس اتنان على اتنان، وهذه غتولي إكس ناقص واحد أس تلاتة على تلاتة. نفس الشيء هنا، غتعطينا إكس ناقص واحد، هذه ناقص إكس ناقص واحد أس اتنان على اتنان زائد إكس ناقص واحد أس تلاتة على تلاتة ناقص إكس ناقص واحد أس أربعة على أربعة، عفوا ما بقاش المكان. إذا إلين إكس الآن غادي نقص هذا التعبير، هذا إكس زائد واحد ناقص إكس زائد واحد، إذا من كلا الأطراف. إذا هنا إكس، إذا نقصت إكس إكس زائد، إذا هنا غيختفي هذا الطرف، إذا غتبقى عندي فقط ناقص إكس ناقص واحد أس اتنان على اتنان، هنايا زائد إكس ناقص واحد أس تلاتة على تلاتة ناقص إكس ناقص واحد أس أربعة على أربعة. هنايا كذلك إلى ضفت هذا التعبير ناقص إكس زائد واحد، فإن غادي تحذف هذا التعبير، هذا غيبقى عندي فقط ناقص إكس ناقص واحد على اتنان، إذا هذه أس اتنان زائد إكس ناقص واحد أس اتنان على على هذه أس تلاتة على تلاتة. الآن إذا أحاول أن أصل إلى هذا التعبير، هذا أن نقسم على إكس ناقص واحد أو كاري، إذا مقسوم على إكس ناقص واحد أو كاري الأطراف كاملين. إذا هنايا إلا قسمت على إكس ناقص واحد غادي تختزل، غيبقى عندي واحد هنا، غيبقى عندي أس واحد هنا، غتبقى عندي أس اتنان هنا كذلك، غتختزل هاد الأس غتبقى عندي فقط واحد، وهنا غتبقى عندي هادي أس تروا، غتبقى عندي إكس ناقص واحد. إذا التعبير ديالي غيبقى عندي، إذا إلين إكس ناقص إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد أو كاري، إذا فهو محصور ما بين، إذا هنا قلنا غتبقى عندي ناقص واحد على اتنان، هنايا غتبقى عندي زائد إكس ناقص واحد على تلاتة، وهنا ناقص إكس ناقص واحد أو كاري على أربعة، هنايا غتبقى عندي ناقص واحد على اتنان، هنا زائد إكس ناقص واحد على تلاتة. الآن نحسب الليميت لما
ليميت لما اكس يؤول الى واحد لهذا التعبير هذا. اذا هنايا غادي ناقص واحد على اثنان زائد اكس ناقص واحد على ثلاثة ناقص اكس ناقص واحد اوكاري على اربعة. اذا عاودت هنا بواحد هتعطيني هذا التعبير هيعطيني صفر، هذا التعبير هيعطيني صفر، اذا تساوي ناقص واحد على اثنان. نفس الشيء ليميت ديال هذا التعبير هذا، اذا ليميت لما اكس يؤول لواحد ناقص واحد على اثنان اكس زائد اكس ناقص واحد على ثلاثة. اذا هذا التعبير هذا انا نعوض بواحد غتعطيني صفر، غتساوي ناقص واحد على اثنان. وبالتالي ليميت ديال هذا التعبير هذا كذلك تساوي، اذا ليميت لما اكس يؤول لواحد ln دو اكس ناقص اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد اوكاري تساوي ناقص واحد على اثنان. الاستنتاج، نستنتج ان f قابلة للاشتقاق في النقطة واحد. إذن وبذلك نكون قد أجبنا على الأسئلة. إذن كتمرين مشابه كاين هذا التمرين هذا تقريبا نفس المراحل الخطوات نتبعها باش نوجدوا الإجابة. إذن لدينا f دو x كتساوي x على ln واحد زائد x، و f لصفر تساوي واحد. إذا هنا في هذا السؤال هذا بين أن ln واحد زائد x فهي مؤطرة ما بين هذين التعبيرين، إذا بينها بنفس الخطوات. إذا ثم ندرس قابلية الاشتقاق f الآن على يمين زيرو بلس. إذا نفس المراحل نتبعها، نعتبر دالة وندرس إشارات الفرق، نجد هذا التأطير، من بعد نأطرو نديرو ليميت كما درنا f دي x على x ln واحد زائد x ناقص f لزيرو يعني واحد ناقص واحد على x. اذا نقوم بتأطير ذلك التعبير بالاستعانة بهذا التأطير هذا، وسنجد النتيجة. وشكرا على المتابعة، والى فيديو اخر.